ورشة عمل ضمن دورة مهارة التميز الإداري والقيادي التي يقدمها حاليا دكتور محمد العمري في الرياض لمجموعة المدراء التنفيذيين في شركة مصانع عكل لمنتجات الإلكترونية. وتحظى الزملاء الآن فرشة عمل فعالة لعملية تقييم الأداء المؤسسي داخل الشركة، تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، فرص التهديدات في وجه الشركة وتحليلها وترتيبها وتقييمها. وهم الآن في ورشة تطبيقية، لاحظوا الزملاء الآن يعني الآن نقاشات وحوارات العملية من واقع عمل الشركة. من عشرة درجة الأهمية 3؟ عشرة هي عشرة تركيز كبير جدا من دكتور محمد عمري على التطبيقات العملية للبرنامج التدريبي. 5 4 3 4 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
أيوة. تسويق المزيج كل اللي قاعد يقول لا يوجد إيش؟ التسويق موجود الحين. بس المشكلة ما في ناس خاصين فيه. طيب المسمى إيش يقول لك التسويق ضعيف؟ ضعف. منتج التسويق موجود بس there's no debate. ضعف التسويق. ضعف التسويق. ناخذه بالعمر. طيب انا شايفه انه كم اهميته ضعيف ليه؟ يعني لانه احنا شغالين عليه يعني خطانا خطوات كبيره في زيرو تو هو شايفه اهميته. بس التسويق من الكلام هو الكلام عن كل شيء، واحنا بنتكلم عن الاسعار